شمسه بتبتسم وناس وهوا والعصافير بتغني في سما غنوة عايزانا نكون سوا مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب. يا صباح الفل والورد والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ايه ودي قناتي حياتي في ايطاليا. لو اول مره تشوفيني يا ريت تنزلي تحت تعملي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ان شاء الله هتلاقي في القناه كل اللي يعجبك. النهارده بقى عايزه اقول لكم ان هو اول يوم في الحجر الصحي اللي هي الكورانتينا، رجعت تاني في ايطاليا وخلاص، يعني ايام الاجازه هنقعدها في البيت، مش هنخرج غير للضروره القصوى ان احنا بس نشتري حاجات البيت. فانا هنا قررت ان انا اعمل لهم فطار تاريخي بقى، ونعتبر كده ان النهارده نحنا نفطر في بار بما اننا عيله بنحب البار جدا جدا. فانا صاحيه كده عملت القهوه، بس عملتها في المكنه دي اللي عندي عشان يبقى طعم الموكا كده، لان الكافيه ده بيبقى مختلف. فانا عملته، وكمان عملت اللبن زي ما انتم عارفين، وضربته بالهاند بلندر عشان يدينا الاسكوميتا بتاعه الكابوتشينو عشان يبقى طعمه حلو قوي. عايز اقول لكم مروان كان واقف جنبي، انا اساسا ما بحطلوش كافيه خالص، بس قال لي ماما وانا كمان، فحطيت له نقطتين ثلاثه كده علشان يعني قال عملت له معانا كابتشينو. تمام كده الكابتشينو بتاعنا جاهز. عايزه اقول لكم بقى كمان مفاجاه، انا امبارح بالليل عجنت بريوش، عجنته من بالليل كده وسبته يخمر بما اننا في شتا وكده، فمش هيسيح ومش هيبوظ معايا. دلوقتي بقى بنحط التاتشه الاخيره بتاعه الكابتشينو اللي هي رشه الكاكاو بسيطه جدا، ودلوقتي اطلع معاكم. طلعته من الفرن، بصوا ريحته قلب البيت جدا، وكأننا بجد في الشوارع، لان دي احلى ريحة بنشمها في ايطاليا. او انا عن نفسي عاشقة البريوش والمخبوزات، فدي بالنسبة لي كنز حقيقي يعني. والفترة دي هنعمل حاجات كتير في البيت، فحبيت كده نحتفل ان احنا النهاردة عاملينه. بصوا شكله حلو جدا جدا، وطالع مورق من جوه وفظيع. عايزه اقول لكم كمان لو انتوا عايزين طريقته اكتبوا لي تحت في الكومنتات البريوش الناجح يا ايه عايزينه، وعايزين طريقته، وانا هعمله لكم ان شاء الله في فيديو منفصل. بصوا بقى ده شكل الفطار كده، بقى اروح اصحيهم بقى وانا عامله الفطار بمزاج وصحيه قبليهم. فالحمد لله يا رب، يعني ربنا يعدي الفتره دي على خير وخير يا رب. هنعمل ايه؟ الله المستعان. اهم حاجه حافظوا على نفسكم وعلى اولادكم، واهتموا اهتموا بالنظافه، مش الهستيريه، ولكن بحيث ان احنا ناخد الاحتياطات وناخد بالنا، وفي نفس الوقت كمان هنقوي المناعه معاكم. وهقول لكم كمان انا بعمل ايه الفتره الجايه وهكذا. هنفطر بقى واشوف هعمل ايه اول حاجه هعملها خالص، بما ان عندنا بقى خلاص لازم نرجع للتعقيمات والكلام ده. فده الكحول اللي انا بستخدمه، او ده الكحول يا بنات اللي هتلاقوه في السوبر ماركت. الازازه دي ب2 يورو. بصوا بقى تستخدموها في كل حاجه، وانت بتنظفي البانيو وانت بتنظفي في المطبخ. انا هنا جبت ازازه فاضيه اللي هي بيبقى بخاخه، دي تجيبيها منين؟ هتلاقيها موجوده جدا في السوبر ماركت او في الاماكن بتاعه ادوات منزليه. هفضي هنا كميه بقى من الكحول، انا طبعا مش هستخدمه مركز كده لان الازازه دي انا همسح بيها الاوكر، هنطف بيها الحاجات مثلا بسيطه الكلام ده يعني. ممكن كمان استخدمها لما اجيب سبيزه ونعقم برضو مع بعض، هزودها ميه. تمام، ممكن ما تزودوش ميه وتستخدموا الكحول، بس انا يعني برضو بخاف، ممكن مروان هو اللي يقول لي ماما انا عايزه اعقم. طبعا غلط تمام الاطفال يمسكوها، ولكن عشان برضو الاحتياطات. هنا بقى عايزه اقول لكم ان كان جات لي سبيزه زي ما انتم شايفين كده، فبرضه حبيت اديكم ان انتوا لازم تعقموا. انا هنا عقمت كل حاجه داخله عندي البيت، وكمان استخدمت الازازه دي بنرش بيها الشوزات ورا الباب والحاجات دي كلها، يعني اي حاجه جايه من بره. وربنا يحفظنا جميعا يا رب. رجعنا تاني نعقم، احنا اساسا ما وقفناش، ولكن لازم نرجع بقوه عن الاول برضه، وربنا يحفظنا جميعا يا رب العالمين. الفترة دي يعني من الفترات اللي بتبقى صعبة علينا، بس ان شاء الله هنجتازها مع بعض، وهناخد طاقة ايجابية مع بعض، وهنعمل حاجات كتير جدا ان شاء الله. بصوا انا هنا بمسح كل حاجة سواء مجمدة او عصاير. طبعا انا يعني لو انا اللي رايحة اجيب لي سبيزة، انتوا طبعا مش هتلاقوا عصير ولا تلاقوا الحاجات دي، بس بما ان زوجي هو اللي جايب فبالتالي بيجيب حاجات يحب يشربها. انا منع الكلام ده لمروان وليا، لان في كمية سكريات رهيبة، لكن ساعات كده الواحد بتحفه على حاجة من دي، الله المستعان. تمام كده بصوا بمسح كل حاجة. عايزة اقول لكم يعني طبعا لسه الخضار بقى انتوا عارفين بنغسله، وغسلته معاكم قبل كده كتير، ولكن انا طبعا بغسله برضو تاني، وبرضو الاكياس من بره وهكذا يعني.
مش عايزه اخوفكم ولا اقلقكم، نسيب بقى جو النظافه ده وندخل على تحضيرات الغداء. تمام، الغداء بتاعنا النهارده حلو كده ولذيذ، واول مره اعمله معاكم على القناه. هعمل برياني، عندي فرخه غسلها كويس وشايله الجلد، انتوا عارفين انا ما بحبش الجلد خالص خالص في الفراخ. جبت هنا بصلتين قطعتهم مكعبات، وكمان عندي 2 فص ثوم مفروم، وعندنا بقى التوابل. اساس الاكله دي هي التوابل، عندي ليمونه ناشفه، وكمان قرفه، ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، ملح، توابل فراخ، كركم، كاري، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، وكمان طبعا الكمون. اساس البرياني طبعا انتوا عارفين هندي، فلازم يبقى كله توابل. تمام، وعندنا بقى هنا الرز اللي انا هستخدمه ده الرز البسمتي اللي انا بجيبه، حلو جدا جدا، مش هتحتاج بقى ان انت تسويه بطريقه معينه، لا ده لذيذ وهتعرفي تسويته معاه. وكمان هستخدم 1/2 كوباية من الصلصه. تمام كده، نبدا بقى على بركه الله ونقول بسم الله ونبدا. هنا حطيت مكعب من الزبده ومعاه معلقه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش معايا، وهبدا كده انزل بالبصله بتاعتي، مش هديها لون ولا هخليها تصفر زي الاكل العادي، ولكن نشم ريحتها كده على طول. اول ما احس ان الزبده طلعت ريحتها مع البصله هنزل على طول بالتومه بتاعتي. التومه طبعا انا مجهزه كل حاجه، طبعا لما بتجهزي كل المكونات بتاعه الاكله كده جنبك بتحسي ان انت بتعملي الاكل بسرعه، غير لما لسه هتقطعي البصل وتفرمي التوم هيبقى صعب عليكي. فاحنا طبعا بنستسهل، تعودتوا معايا برضو على الحركه دي، كل حاجه سهله وكل حاجه لذيذه معانا. بصوا ريحه البصله بقى دلوقتي عايزه اقول لكم فظيعه مع الزبده. هنزل بقى بفصين التوم بتوعي، تمام كده، هشم ريحته برده، التوم برده مع البصل، وهبدا بقى اضيف التوابل. بس انهي توابل؟ هضيف التوابل اللي هي الحصى الاول، عشان كده هي دي بتبقى محتاجه تسويه سنه بسيطه وتشمي برده ريحتها، دي تتركايه برده. تمام، لان المطحونه اول ما بتنزل في الاكل كده لازم تكوني موطيه النار. دلوقتي هضيفها، هوطي النار تماما عشان ما تتحرقش معايا، خلي بالكم من الحته دي، لان لما بتيجي تضيفي توابل مطحونه على الاكل يعني لو انتي مش مهديه النار بتتحرق بقى وتشمي روايح مش لذيذه. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ريحه الاكله بتاعتنا تبقى حلوه جدا. دلوقتي كده خلاص، اول ما تضيفي التوابل المطحونه هتنزلي بقى بالفراخ بتاعتك، اي كميه انتي عايزاها طبعا. تمام، انا هنا نزلت بالفرخه بتاعتي، هبدا اقلبها على الجوانب كده عشان تاخد صدمه، وفي نفس الوقت تشرب من التوابل بتاعتي، والبصل والثوم يدخلوا فيها كده. يعني عارفه ان انا جوعتكم، بس بجد الاكله دي تستحق التجربه. بصوا كده خلاص اديت الفرخه بتاعتي صدمه، هنزل بقى بنص 1/2 كوباية الصلصه. تمام كده، هقلبها تقلبتين واسيبها كده على نار هاديه دقيقه واحده بس، وبعد كده هننزل بالميه. برضو الميه هستخدم ميه سخنه يعني مغليه، استخدم 2 كوباية مش اكتر من كده، مش عايزه يبقى فيها صوص، ولا عايزه لما تيجي تضيفي عليها الرز تحسي انك لا محتاجه تصفي، فلا مش عايزين الكلام ده، هي 2 كوباية ميه بس. بصوا ميه سخنه، 2 كوباية الميه دول بقى هنوطي عليهم النار، شايفين الغليان اللي بيحصل ده، نوطي عليهم النار ونسيبهم على ما نعمل الرز ونرجع لهم تاني. الرز البسمتي بقى هعمله ازاي؟ هسلقه؟ لا طبعا هعمله بالزبده. بصوا حطيت مكعب من الزبده كده، وجبت 2 رز بسمتي غسلتهم كويس ونضفتهم، وهضيف عليهم معلقه ملح. كوبايه الرز البسمتي اللي موجود هنا في ايطاليا او النوع ده لو جبتوه بتحطي عليه 1.5 كوباية ميه، ما تسلقيش بقى ولا الكلام ده يا ست الكل، هتسوي رز حلو جدا وهيطلع معاكي مفلفل وزي الفل. هنا حطينا الملح وقلبنا، هضيف بقى الميه المناسبه، انا قلت لكم كل 2 كوباية رز بسمتي عليها 1.5 كوباية ميه، هنوطي عليه النار ونسيبه. تعالوا بقى اوريكم الفراخ هنا عامله ازاي. بصوا سايباها على نار هاديه بتبقلل مع نفسها كده، وهتستوي وهتبقى حلوه جدا. هسيبها بقى لحد ما احس خلاص، طبعا هتراقبي الاكله كده لحد ما تحسي ان الصوص ده شرب، يعني الفراخ استوت معاكي والصوص ده خلاص خلص تماما، ما عادش فيه غير 2 معلقة. الرز بتاعنا كمان استوى، بصوا هوريكم شكله دلوقتي، بجد تحفه ومفلفل، مش معجن، مش محتاج يتسلق وبعد كده تصفيه من الميه وحوارات كتير، لا بجد الصوره بتتكلم انا مش هتكلم. تمام كده خلاص، الرز بتاعنا جاهز بقى. الخطوه الاساسيه في البرياني هناخد الرز ونحطه على الفراخ بالصوص بتاعنا، بس قبل الخطوه دي هتشيلي كل التوابل الحصى، لان التوابل الحصى لما بتيجي تحت السنان او حد بياخدها بتبقى حركه مش ظريفه، فاحنا هنشيلها كده، نشيل الورق اللوري والحبهان وكمان القرفه والليمونه وهنشيلهم كلهم.
دلوقتي بقى بعد ما حطينا الرز، انا جبت معلقة كركم وحطيت عليها معلقتين مية دافية كده، وحطيتها على الرز عشان الرز لما اجي اغرفه يتقلب كده ويديني اللون الاصفر الجميل. هسيبهم برضو، انا كل ده ما طفيتش النار، كل ده النار واطية وهادية تماما. خلصنا كده الاكلة بتاعتنا، خلصت، مش تحتاج بقى مواعين كتير ولا اي حاجة. تعالى اوريكم بقى دلوقتي غرفتها كده في السيرفيس بتاعي. هنا بقى بضيف مكسرات، اي نوع مكسرات عندك، سواء فول سوداني، عين جمل، لوز، اي حاجة خديها كده منها كمية وحطيها في معلقة زبدة على النار، هتشمي ريحتها تمام كده. وبعد كده بقى قدمي الطبق بتاعك. الطبق ده ينفع للعزومات، ينفع في كل حاجة بصراحة، ومن الأكلات اللذيذة قوي قوي. ده كان أكلتنا النهاردة، حبينا كده نستقبل كورانتينا بأكلة دسمة وجميلة. أتمنى يكون يومنا النهاردة عجبكم واستفدتم منه. ياريت تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.